اليوم بي سمارت في اشياء طيبه مثل كل ثلاثه رندا عم تحضرنا كم وصفه صحيه بغزو اكيد ودائما هيك في فن بهالاطباق اللي بتقدمه. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. بدي احذر، انا شايفه عدس. احذري احذري، يلا هيدي العدس، هيدي مبينه كبنيه. معقولة؟ هلا طيب الكبنية طبعا بس معقول انا اجي احطها هون؟ صعبة شوي. لا لا بس شبيهة. لا هلا كثير كثير اجوبتك بعيدة عن لبنان. بعيدة بس هذا الشيء اللي رح يعمل حلقة شوي سبيسيال. أوكي. اكثر. اوكي تينا، بس بدي اذكر المشاهدين قبل ما نبلش بانه فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد وعلى الفيسبوك ار دي اف، حطوا لايك بكونوا عم يتابعوني حتى اذا عندهم اسئلة، اذا عندهم معلومات بدهم يعرفوها اكثر واكثر، هن وعم يتابعوني اكيد رح توصلهم كل المعلومات. في عنا خبريه؟ خبريه طبعا. عن شو؟ المراه المرضعه والسكر. هلا نحن دائما بنقول اذا بدنا ناخذ السكر بدنا ناخذه بكميه محدوده، تناول السكر اللي هو سكر الطاوله اللي بنقول له، اما السكر المضاف نحن مش بحاجه له ابدا، يعني في ناس صحيا في ناس بيقولوا لي نهارنا ما بقى فينا بدنا سكر، جسمي عم يطلب. اكزاكتلي. هو وقت نكون عم ناكل مظبوط بكل شيء وانكلودينج النشويات ما بقعد الجسم يطلب هالسكر. هلا هذا شيء معروف وبنعرف نحن للاكثار من السكر مش بس عم يأثر عم يعلي السكر بالدم، هو كمان عم يأثر على القلب، عم يأثر كمان على الكبد والى اخره. طيب شو علاقه المراه المرضعه؟ هلا المراه المرضعه تبين انه هي عم ترضع وبتاكل كثير سكر، هل السكر رح يروح مع طعمه الحليب ومع الحليب للبيبي؟ فاذا البيبي هون منه بس عم ياخذ حليب، عم ياخذ حليب وفي طعم حليب محلف. اكزاكتلي. هلا شو عملنا؟ عودنا الولد انه يكون عم ياخذ هالطعمه. هلا شغلتين بدي اقولهم، اولا الامراه المرضعه دائما هي بتقول انه انا اذا عم رضع لازم اضعف، ولكن اذا هي بتتناول كثير سكر ما رح يكون هالشيء عم يضعفها. هي واحد، هي يمكن رح تحتاج للحلو، بس انا بقول لك اذا بتشربي مي مزبوط، اذا بترتاحي وقتها لازم ترتاحي، يعني تنامي وقتها لازم تنامي وتاكلي الياف، ما رح تحتاجي لهالقد سكر. هلا لروح عند الاولاد، بهذا البحث الجديد بين انه مش بس هن تعودوا على طعمه السكر، بس كمان هالشيء عم ياثر على نموهم الذهني والادراكهم، يعني القدره على الادراك على سنتين بعد الرضاعه. هلا بعدين هن انشغل على سنتين، بعدين بيرجع بيمشي الحال، بس هالسنتين رح ياثر على ادراكهم. فاذا هون كمان نحن مش بس عم ناذي حالنا، عم ناذي البيبي، فبدنا ننتبه لهالشيء. حلو حلو. اليوم خبرينا عن هالوصفات المهضومين. اوكي، اول شيء وصفاتي هن بدون جلوتين، فهي الكبه اللي هي بدون جلوتين. عندي نوعين من الكبه، هون بالكبه اللي شايفتيه احمر هيدا البندوره. بندوره. فاذا هون كبه العدس مع البندوره. ما هو هيدا الفن. هلا رح نحكي كيف. والكبه الثانيه هي كبه الباذنجان. باذنجان. فاذا خلينا نبلش باول وصفه. كتير هين وانا كل الانجريدينتس حطتهم هون، نحن رح نعمل هيدي الكبه لشخص واحد، فاذا هذا صحن لشخص واحد. للشخص انا كنت سالقه ثلث كوب من العدس الاحمر، اوكي، او حيلا عدس عندنا اياه موجود هون، فثلث كوب. كمان حاطه ورقتين من الحبق، حطت لها 10 اوراق من النعناع، حاطه بصله خضراء صغيره، وحاطه ربع وحده فليفله خضراء معهم. كمان هون حطيت لهم بصله عاديه ربع وحده، طحنتهم كلهم سوا، طبعا زيدت لهم الملح، البهار والكمون اهم شيء، وقت عندي عدس بدكم تتذكروا بدي احط كمون انا. فخلطناهم كلهم سوا بالمكسر، بعد ما خلطناهم بالخلاطه وخلصنا، انا كنت عامله المقصقصه مقشره البندوره ومقصقصتها ناعم، ساعتها هون بقدر احطها معهم واخلطهم بايدي. اوكي خلطناهم كلهم سوا، رح يطلعوا بهيدا الشكل. حلو. هي هالقد هينه. واو، يعني الطعمه عم جرب تحذر بين العدس البصل مزبوط والبندوره. بندوره طبعا، والفليفله بدها طعم كمان. هلا ما ننسى الحبق والنعنع كمان رح يعطوا تويست. فهون وقت حطينا طبعا نحكي لها مع الكبس. هيدي خالية من الجلوتين. هيدي ما فيها جلوتين ابدا. هلا هون نحن
كل هيدا الصحن طلع 177 وحده حراريه. فاذا هون هيدا الصحن كثير كثير خفيف بالوحدات الحراريه، عاطينا 9 جرامات من البروتينات. فاذا للاشخاص اللي هن بياكلوا فيجن دايت في هيدي كيتو فريندلي لا لا في عدس مزبوط 100%. وكمان الالياف فيها 6 جرامات من الالياف. هلا الشخص اللي بيقول لي انا وقت اكل عدس احس بنفخه، رح اقول له انه نحن حاطين بس 3 كوب من العدس. وقتها تاكلي هالكميه الكبيره رح تحسي، بس هيدا الثلث كوب العدس هو كثير مطبوخ وبنقول له من احترقت ما هو مطبوخ، والكمون هيدي كلها رح تساعد انه نحن ما نعمل نفخه. فاذا جلوتين فري البندوره والعدس. ثاني صنف هو الباذنجان، لكن كبه الباذنجان هون شو مستعمله انا للكبه؟ مستعمله الكينوا. فنفس الشيء هون عندي 3 كوب من الكينوا، طبعا انا بكون سلقتها. حتى ملعقه كبيره من الجوز، فاذا مقصص الجوز ناعم حتى ملعقه كبيره من الجوز، حتى كمان ملعقه كبيره من الرمان حتى هيك يكون عم طعمها، حتى الحبق، وبدال النعنع هون حتى الزعتر البري. فملعقه كبيره من الزعتر البري، حتى فليفله حمراء حتى غير شكل. برجع بقول نحن الموجود بنكون عم نحطه، فتقريبا ملعقتين كبار من الفليفله الحمراء. ذكرت انه حطيت 4 زيتونات بتقصيهم صغير صغير تينا مفرومين حتى يكونوا عم يعطوا هيدي النكهة. ونحن هون شاوية باذنجان مدعبلة صغيرة. أوكي. مثل ما عملنا هونيك حطينا الانجريدينتس كلهم سوا، خلطناهم بالخلاط، وبعدين هيدي الباذنجان كنا نحن مقصصينا وكمان ماسينا وحطيناهم سوا وخلطناهم. كمان كثير كثير هينين رح يطلع عنا هيدي الكبه. انا بستنى هون ملعقه زيت صغيره لكل صنف، يعني حتى ملعقه زيت صغيره على الاخر، على الاخر حتى هيك كمان الزيت يعطي. الحلو باثنيناتهم رندا انه ما في طبخ، 100% تقلية 100% يعني كله هالمكسر بتزيديه و بتعرفي مزبوط يعني. مزبوط. بتعرفي تينا هي كمان عم حاول تكون كثير براكتيكال. كلنا يعني عم نطبخ، عم نحب نطبخ بهالايام، والامات كمان بدهم اوقات اشياء سريعه واشياء من حواضر البيت. فهلا هون مثلا اللي بيصير، بس انا لاعطيكم تب، بكون انا عامله مجدره صح، اوكي، وسيلقه هالعدسات، وسيلقه هالعدسات علبه صغيره اكزاكتلي. وانا من الاشخاص اللي ما بطبخ كل يوم، بطبخ لثلاث ايام يعني بالحقيقه. هيدا وقت اللي بيسمح لي بطبخ لثلاث ايام، فبكون الاكلات بطبخهم شوي بيشبهوا بعضهم. هلا عائلتي معوده على هالشيء حتى اكون عم بستعمل انجريدينتس ذاتها، في كم مكونات نفسهم عم بيصنعوا يعني. مزبوط. او فينا نمسكهم نحطهم بالبراد لبعد يومين ثلاثه نستعملهم. حلو، كثير حلوين. فينا نكمل؟ يلا كمل. أوكي. لكن رح ارجع هون على الباذنجان، ما حكينا بهيدا الصحن شو بيطلع لنا. هيدا الصحن طلع لنا تقريبا 340 وحده حراريه، بتذكر الكينوا شوي عاليه بالوحدات الحراريه، عندي الجوز هون كمان وعندي الزيتون، يعني هون شوي في كمان زيوت اكثر من اول ريسيبي. بس هيلثي عم نحكي، الجوز والزيتون 100%. عندي هون البروتينات اعلى، طالع عندي تقريبا 10 جرامات من البروتين وعندي 12 جرام من الالياف. فاذا كمان الاشخاص اللي هن من وراء الباذنجان والكينوا، الخضره اللي موجوده كله في الالياف، عليها الالياف. فاذا هيدا كمان صحن كامل فينا نحن نكون عم ناخده. برجع هون لموضوع كمان جلوتين فري، كنا عم نحكي فيجن بيكون موجود للفيجن. هلا بالنسبه للوحدات الحراريه تينا، انا دائما بحب اقول مش كلنا لازم ناخذ نفس الوحدات الحراريه، مش كلنا لازم ناكل وحدات حراريه قليله، حتى في ناس بحبوا وحداتهم الحراريه تكون اكثر الصبح على الترويقه من الغداء. فانا وقت اقول هون 300 وحده حراريه، هيدا غدا صغير. بالاجمال نحن غدانا لازم يكون حوالي 500 وحده حراريه. بس ما في شيء ستاندرد، في ناس بحبوا يتروقوا 700 وحده حراريه وتغدوا 300. هول فينا نرفقهم بشقفة خبز اذا بدنا 100% 100%. فهون بنرفقهم بشيء اللي نحن بنكون عاملينه. في اشخاص بتعمل اكلتين مع بعضها. فينا اذا مش فيجن اعمل انا سلد وحط لها، اذا كان فيجيتيريان مثلا في اعمل سلد وحط لها جبنه، في اعمل بيض حدا، في اعمل تونه. فاذا هون في واحد يرفقهم بشيء اللي هو بحبه، وفي قول انا على السريع هيدي
اكله سريعه رح اكلها غدي بكون شبعني بهالطريقه، ليش بدي زيد انا منه؟ وفي يكون عم زيد السناك عندي. هيك شيء رندا كعشاء كمان تنصحي فيه؟ كمان فكرة كتير حلوة، كمان فكرة كتير مش حلوة. مش كتار كوحدات حرارية؟ أبداً أبداً، دايماً يعني أنا إذا بدي أحط ستاندرد، نحن الستاندرد فيكون لشخص ما بده يعمل ريجيم، لشخص يمكن طوله أو فينا نوصل لل 500 500 على الوقعة. وهون خصوصا الشخص اللي هو ما بيلقمش غير الفواكه، يعني بتاخذي 500 على الوقعه وبتلقمش الفواكه كثير منيح. اذا عندك حركه اكثر رح تعملي رح تكوني عم تاكلي اكثر. هلا بالنسبه للعشاء عم نقول نحن حطينا هيدا الصحن اول واحد بالبندوره، طبعا كثير قليل ما بيوصل لل 200 وحده حراريه، ولكن هون بالصحن الباذنجان اللي هو 342. طيب كمان هيدا العشاء اذا انا عم باخذ الباندومي 2 شقفتين خبزه مع لنحكي جبنه جامبون، طب ما نحن وصلنا اكثر من هيك. سو اكيد هالشيء هو اقل. فهون اوقات المنظر الاكل هو يعني دائما خصوصا اللي عم يعمل ريجيم بده المنظر يبين بلك، يبين انه يشبع وحده في صحن السلطة وفي الغذاء الكامل. فهيدي هي. بس كمان بنلاحظ بعض الاوقات هيك طبق يمكن حدا اذا بس بيطلع عليه بيقول يي صغير، بس لما تاكلي داخل جوز وزيتون يعني هول قصص بيشبعوا 100%، بيعطوكي باحساس الشبع حتى لو كميه صغيره. طبعا هلا في ناس بتزيد لهم زيت زياده، في ناس بحطوا زيتون زياده كمان، سو مش غلط. ايه والزيتون بحسسك بالشبع. اكزاكتلي يعني ما فيك تاكلي كثير منه. اكلتيه عم تقولي لي بدي اكل خبزه حده خبزه مع سلد مع زيتون. واو. كمان هون صارت بتشبع ماكسيموم. فاذا هول اللي عم نحكيهم الاكلات. كمان برجع بذكر انه انا عم حط ملعقه زيت الزيتون هي مغذيه، عم نحكي هون على الالياف. نحن اذا بدنا نحكي على مشكله الكتام يعني ما بنقدر نفوت مزبوط على التواليت، الالياف هي الاساس هون. وبيجي عندنا شغله ثانيه هو الزيوت، فبليز هون ما بدي تقفوا زيت الزيتون. يعني في كثير اشخاص بيقولوا لي انه نحن ما بدنا ناكل زيت، لا اذا عم تعملوا ريجيم لا تضعفوا هالشغله منيحه، لا اذا بدنا ننصح هالشغله منيحه، لا صحيا منيحه. بس حتى اذا هون يعني بيقولوا يمكن انه دخلها اوريدي زيتون وجوز مثلا. مزبوط، فهيدي دخلها زيتون وجوز، في واحد يقول انا صار فيها زيت مش غلط، وفي استعمل الزيت على وقعات ثانيه، مش ضروري نكون عم نحطهم مع بعضهم. بس بدنا ننتبه دائما انه احنا فكرنا بده يكون تناول الاكل الصحي، مش فكر يعني زيت الزيتون صحي، اذا انا حطيته على صحني وطيب لي صحني وهو صحي بدي احطه حتى لو انا عم بعمل ريجيم. هلا اللي بيصير برجيم واحد ينقص وزنه هي الاكزاجريشن الكثره، يعني بتعرفي تينا في كثير ناس بيقولوا لك بدنا نسبحه بيقولوا، يعني بصير سابح بالزيوت. يعني في ناس صحن اللبنه بيكون الزيت وشويه لبنه. هلا هون الجسم مش بحاجه لهالقد، ما نحن وقتها نقول عنه منيح مش يعني بدي اشرب كبايه بنهار من الزيت. هو منيح وفي ستاندرد لنا، يعني في انا وقت اعطي بنهاري ملعقه كبيره او ثلاث ملاعق صغار، هيدا بكون عم باخذ زيت. بنرجع بنقول لشخص هو اصلا ضعيف منه ناصح منه يعني. بس هول ثلاث معالق صغار ضمن الطبخ حتى؟ اذا كانوا زيت الزيتون عم بحكي. ايه زيت الزيتون ضمن الطبخ هيدا كافي للجسم، يعني كميه قليله. كميه قليله، ودائما اللي كافي للجسم هو كميه قليله. لانه اذا بدك تقلي بيضتين طبعا بدك تستعملي اكثر، بتحط زيت بيطلع اكثر. مزبوط. من معلقه وتينا وقتها نقول الدريزل اوف اويل، يعني دائما كثير عالم بيقولوا حطيت نقطه زيت، دائما بقول لهم انا زينوها لهالنقطه او بالميزان او بالملعقه لنشوف شو هي النقطه، لانه النقطه عندي بتختلف عن النقطه عندكم بتختلف. عن كمان ما حكينا عن صلصات السلطه 100% بيدخل 100% زيت بسهوله. مزبوط، بس بدي اوضح فكره، الحاجه لنقول هي الملعقة الكبيرة أو الملعقتين الكبار، أما الثلاثة برجع بقول كل شخص حاجته بتختلف. نعم. ولكن إذا أنا حاجتي الملعقة الكبيرة كانت كفاية أوكي، وجيت أنا حطيت زيادة وأنا ما عندي مشكلة، يعني ما بدي أعمل رجيم أوكي، شو بصير هون؟ ما بصير شيء، بتجنن. ممكن تحملهم أكيد، يعني مش غلط انه انا زيد. انا بحب يعني حابة هالفكره توصل لهون. هون بس للاشخاص اللي عم بينتبهوا انه ما بده يزيد وزن او بده يخففوا وزن، او للاشخاص اللي ما بحبوا اكثر ملعقه زيت،
هيدي هينة. هيدي كثير هينة. فملعة هي الفكرة التنويع بالأكل. يعني أنا بقول لكم إنه بدنا ناكل من جسمنا، بده كل الفيتامينز، كل المينرالز، بده البروتينات، النشويات، الدهنيات. مهم ننوع، مش مهم نكون عم نكتل الكمية. ثانك يو رندا. رح ناخذ وقفة ومكملين أنا ومارك بفتكر بنيتشر.